أهلا بكم مجددا أعزائي. اليوم سنراجع معكم 5 أنميات من شتاء 2019 اخترناها لكم ونخبركم إن كان عليكم مشاهدتها أو عدم تضييع الوقت فيها. الاختيار كان عشوائيا ولم نعتمد فيه على التعليقات أو التقييمات لتكون التجربة مميزة أكثر، لذلك نتمنى أن يساعدكم هذا الفيديو في الاختيار إن كنتم لم تشاهدوها بعد أو ترددتم فيها. البداية مع أنمي هيرو ماسك، والذي أنتج سنة 2018 لصالح شركة نتفليكس. ولأنها خدمة مدفوعة، لم يتمكن أولئك الذين لا يملكونها من مشاهدته إلا في بداية سنة 2019، لذا هو واحد من أنميات شتاء هذه السنة. موقع الأحداث هو مدينة لندن معدلة. أما الأحداث هي عبارة عن يوميات قسم القضايا الخطيرة التابع للوحدة الخاصة بمكافحة الجريمة العصرية، أي كل شيء متطور ابتداء من الأفكار، الملابس، الأسلحة، وانتهاء بالأدوات والاستراتيجيات. لكن تبدأ القصة الأساسية بسبب موت شخصية محبوبة ومشهورة بكونها ماهرة بعملها وذكية للغاية، فتقتل على حين غرة أمام أعين مساعدتها في جريمة غامضة. وأثناء البحث تتطور الأحداث لتكشف عن قصة مثيرة وغامضة، فما دخل القناع بالموضوع؟ الأبطال: جيمس بلود من نخبة الضباط، مونيكا كامبل مفتاح القصة تعمل مدعية عامة، سارة سينكلر مساعدة مونيكا، لينوكس جالاغر رئيس قسم القضايا الخطيرة، المجنون هذا ربنا يهده، ومساعده هاري كرايتون. الفكرة: البطولة مشتركة، حيث لا يتمتع أي بطل بالإنفرادية أو القيمة القصصية، وهو شيء مختلف عن كل الأنميات. فصحيح أن القصة تبدأ بجيمس بلود، لكنه لا يتمتع بالبطولة المطلقة. الفكرة: بما أنها ترتبط بوحدة مكافحة الجرائم، فهي ترسل بذلك رسالة عميقة عن أهمية وجود الأمن في حياتنا وأهمية تحديث مراكز الأمن والعملاء، لأن الأشرار في تطور مستمر. رأي هنا: بصراحة خلال مشاهدتكم ستنسون أن هذا أنمي، بل هو أشبه بفيلم هوليودي، لن تصدقوا جودة الرسم والصورة. بالفعل شيء خرافي، وأكثر شيء أحببته التفاصيل والجهد المبذول، حتى الملابس والسيارات والأماكن حظيت بالاهتمام. الشخصيات واقعية جدا، انظروا مثلا هذه الشخصية في صورتها العادية، وعندما مرضت أزالوا المكياج عنها والأكسسوارات وغيروا تسريحة الشعر. وهنا لاحظوا طلاء الأظافر ليس ملونا فقط، بل منقوش بحسب ألوان القرن. انظروا لوجوه الحاضرين للعزاء، من العموم لا أحد يشبه الثاني في شكله أو مظهره. تفاصيل كهذه غير ضرورية، ولكن تتغير من مشهد لمشهد آخر، ولكم أن تتخيلوا كمية الجهد الذي وضع به. من سلبياته أنه قصير، 15 حلقة غير كافية، لأن القصة رائعة وتحتاج تطوير، وهذا ليس غريب على الكاتب هيرو ياسو الذي كان ضمن فريق عمل أنمي القناص المشهور. لكن من إيجابياته أنه أنمي يشد الأعصاب ومشوق جدا، المؤثرات الصوتية رائعة والنهاية غير متوقعة، لذا 15 حلقة تستحق المشاهدة. الأنمي الثاني معنا هو أنمي الرعب ياكوسوكو نو نيفرلاند أو The Promised Neverland. موقع الأحداث هو ميتم منعزل بغابة كثيفة،
أما الأحداث هي عبارة عن مجموعة أطفال يعيشون بميتم منعزل برفقة السيدة ينادونها ماما. لا أحد يزور الميتم ولا يتمكنون من مراسلة إخوانهم الذين غادروه ولا هم يخرجون منه، إلى أن قام ثلاثة أطفال باكتشاف السر الرهيب الذي لم يكن عليهم أن يعرفوه. فما الذي سيحدث بعد ذلك؟ الأبطال: إما، مورمان، وري. الفكرة بصراحة لم أتقبلها، وأعتقد أني قد أصبح نباتية من وراء هذا الأنمي، لأني فكرت كثيرا بالأمر ولا أريد مناقشة الأفكار أكثر لأنني أريدكم أن تشاهدوا بأنفسكم. لكن قبل ذلك هناك أشياء لفتت انتباهي في أول 5 دقائق جعلتني أقرر إكماله. أولا، الأرقام المطبوعة على أعناقهم استفزتني بشدة، شكل الساعات المتناقض مع الحياة المتطورة التي يعيشونها، ويمكنكم سماع دقات تلك الساعات طوال الوقت حتى والأبطال يتكلمون مع بعضهم تسمعونها. الملابس الموحدة، ليس لأنها موحدة حتى في المدارس يلبسون الزي الموحد، لكن اللون الأبيض وبساطة الملابس جعلتني أحس كأنها للسجناء وليست للأطفال. كذلك هذه الجملة، قلت في نفسي هل للبشر أنواع؟ رأينا. الأنمي مشوق ويوتر المشاهد نفسيا، لكن بالمقابل الفكرة خلفه فكرة عميقة جدا والرسالة أعمق، لذلك فتصنيفه ما فوق سن 13 سنة هو مناسب لفهم الأحداث لكن ليس لفهم الرسالة خلفه. بالتالي سأقول أن التصنيف لفهم كل هذه الأمور مجتمعة هو ما فوق 18 سنة. هذا الأنمي بقدر ما هو جميل بقدر ما ينفخ القلب. الأنمي الثالث هو أنمي بسيط ومبهج، وهو برمودا تريانجل كولورفول باسترال. موقع الأحداث دولة محيطية اسمها ماجيمان. أما الأحداث هي عبارة عن يوميات 5 بنات حوريات يعيشن بالمملكة تحت إشراف حوريتين راشدتين. يجدن ذات يوم شيئا مثيرا للاهتمام بعد حدوث المد الطويل الذي يصف بالمملكة، ويقررن المضي بطريق جديد مليء بالدهشة والتفاؤل. الأبطال: البطلة الرئيسية اسمها سوناتا، سيرينا، كارو، فينا، والبطلة الأخيرة كانون. الفكرة عن الأحلام والأهداف وما يمكن تحقيقه إن بذلنا جهدا من أجله. الشخصيات ليس لديها عائلات، ما يملكن هو أخوات صدفيات فقط لأنهن حوريات وهو شيء مختلف. من اللقطات التحشيشية في الأنمي هي وجود هواتف وشبكة أنترنت في المحيط، ودولة تحت الماء ويستخدمون المناشف. أيضا أحببت فكرة المهن التي يزاولونها تحت الماء، زراعة الهيجيكي وهو عشب بحري، مطاحن سكر المرجان، التجارة، محلات الحلويات إلى آخره. رأينا: هذا الأنمي لا يناسب فئتي العمرية، لكنني شاهدت 4 حلقات من أجل متابعة الصغيرات الموجودات في القناة. الأنمي مبهج وبه طاقة إيجابية وكمية ألوان جميلة بالنسبة لمحبات الرسم والألوان. القصة خفيفة والشخصيات جيدة، لذا إن كنتم من محبي أنمي دوريمي فهذا نفس الشكل تماما. الأنمي الرابع هو أنمي رومانسي جميل جدا أنا أحبه شخصيا، وهو كاغويا ساما وا كوكوراسيتي تنساي تاتشي نو رينآي زينسن. موقع الأحداث أكاديمية شوشن العريقة لتعليم الطبقة المخملية. أما الأحداث فهي محاولات كل طرف الإنقاذ الآخر، وكذا محاولات الهرب من الكفاح التي تنصب. فما رأيكم في نزال الحب والحرب من سيفوز، الرجل أم المرأة؟ الأبطال: شيروغاني البطل الرئيسي، كاغويا البطلة الرئيسية، فوجيوارا جميلة الأنمي، إيشيغامي ضحية الأبطال. الفكرة: البطلان من الطبقة الرفيعة، ولو أن كاغويا أغنى من شيروغاني، لكن هذا تغيير بعد كل القصص التي تجعل البطل أمير والبطلة فقيرة جدا.
ثم الفكرة التي يقوم عليها مثيرة للاهتمام، وهي تحدي عدم الوقوع في الحب ومحاولة انتزاع الاعتراف أولا. كذلك طريقة إلقاء الراوي على طريقة المعلقين الرياضيين تشعرك أنك تشاهد معركة أو مباراة، فكرة مناسبة. رأينا المزج بين التعابير المرعبة والجو الكوميدي أعطى خليط جميل ومختلف. الأفكار غير مكررة، لن تملوا أبدا من مشاهدة المعارك بينهما. كذلك أحببت أنه حاول طول الأنمي ألا يسمع هذه الكلمة. كاكويا طبعا. تانتي تشيكا صارت بالنسبة لي من أفضل كل شخصيات الأنمي التي شاهدتها إلى الآن. دورها هو فقط الشعور بالدوار بين الأبطال، لكن هي من تصنع كل المواقف تقريبا. الأنمي الأخير وهو كاكيغوري إكس إكس، الموسم الثاني من كاكيغوري، موقع الأحداث أكاديمية هياكو الخاصة، أعظم مدرسة باليابان. أما الأحداث هي سلسلة من ألعاب القمار، حيث لا يدرس بالأكاديمية سوى القادة والرؤساء المستقبليون لشركاتهم ومجموعاتهم. لا يتم تصنيفهم حسب العلامات الدراسية أو المستويات الاجتماعية، بل يتم تصنيفهم حسب المكانة في القمار. يعني كلما كان الطالب يربح مقامرات أكثر كلما أصبح ثريا، والطالب الذي يخسر مقامراته يصبح مليونا. إن تمكن من التسديد ينجو، وإن لم يستطع يصبح حيوانا لدائه. الأبطال هم كثر وتقريبا نفسهم من الجزء الأول، بالإضافة إلى خدم عائلة مومو بامي وبروز خاص لتوأم الرئيسة كيرامي. الفكرة البطولة نسائية، وهذا شيء مختلف جميل لأن الأنمي أنمي قمار، ولكن في ذات الوقت الإشارة إلى بعض التفاصيل في أجساد شخصيات الإناث مزعج للغاية، كالإشارة للسيقان وبعض المناطق خارج عن السياق لا حاجة له ومستفز جداً. لم يعجبني كون شخصية مدمنة ومهووسة جدا بالرغم من ذكائها، لكن المقامرات في كل مرة تتغير. بالحقيقة لم أكن أعرف وجود كل هذه الأنواع من الألعاب. رأينا هذا الأنمي يروج لأفكار خاطئة، لذلك لدي عليه تحفظ، وطبعا لا يجب على غير البالغين مشاهدته. بالمقابل هو أنمي رائع بغض النظر عن كل شيء، يستحق المشاهدة، به بعض الحلقات القاسية التي لم أحبها إطلاقا. ثم كيف يستطيع هذا الجمال أن يتحول هكذا؟ وأكثر شيء كرهته هذه المخلوقة، شخصية مستفزة ومليئة بالطاقة السلبية نفخت في قلبي. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.